أسعد الله أوقاتكم مشاهدي الكرام، مرحبا بكم في درس جديد ومجسم جديد. إذا كنتم تبحثون عن تقنية أو طريقة صنع المنشور القائم فإليكم هذه الطريقة اليوم. الآن أنتقل وإياكم إلى المنشور الذي عنده قاعدة على شكل مثلث متساوي الساقين. طبعا لهذا الغرض سوف نحتاج دائما إلى ورقة. طبعا في الورقة سوف أقوم برسم المستطيل في الوسط ثم أعود إليكم. إذا كما ترون، ثم بعد ذلك سأقوم بتقسيم طبعا هذا المستطيل إلى ثلاثة أقسام بحيث أنني أكون مثلث متساوي الساقين. يعني أستطيع أن أجمع وأكون قاعدة متساوية الساقين. إذن لهذا الغرض يجب علينا أن نقوم بأخذ قياسات. إذن هنا مثلا فيه 14 سنتيمتر فاصلة 8 تقريبا. إذن ماذا سأفعل؟ سوف أحاول أن أقسمه بحيث يكون لدي مثلث متساوي الساقين فيما بعد. إذن كيف سأفعل ذلك؟ سأأخذ مثلا 3 سنتيمتر من هنا، ثم هذا الموجود في الوسط مثلا أكبره قليلا فأجعله 5 سنتيمتر تقريبا، ثم 3 سنتيمتر أخرى هكذا، بحيث أنه عندما يعني أجمع هذا المنشور أحصل على مثلث متساوي الساقين هنا. إذا أفعل نفس الشيء هنا للأسفل، 3 ثم من 3 إلى 8 يعني 5 سنتيمتر، ومن 8 إلى 11 يعني 3 سنتيمتر كما تشاهدون التقسيم. الآن سأمر إلى طبعا الوصل بين الخطوط أو بين النقاط عفوا هكذا. دائما أعيد بقلم الحبر لكي يتوضح العمل معكم، لكي يكون واضحا ما فعلته هكذا. طبعا هذا الجزء سوف نترك منه قليل لكي نستطيع جمع المنشور معنا. إذا الآن سوف ننتقل إلى رسم يعني القاعدة. إذا لكي أرسم القاعدتين سوف أحتاج إلى أخذ قياسات هذين المستطيلين الجانبيين، لأنهما هم اللذان سيكونان لدي مثلث متساوي الساقين. إذا الآن ماذا سأفعل؟ سأأخذ قياس هذا العرض هذا المستطيل من هنا إلى هنا، طبعا في 3 سنتيمتر كما سبق وقلنا، ثم أرسم قوس هنا وأرسم قوسا آخر هنا. طبعا هذا سيساعدني كما قلت على رسم مثلث متساوي الساقين. إذا أفعل ذلك في هذه الناحية وأفعل ذلك أيضا في الناحية الأخرى بهذا الشكل. هكذا. ثم الآن طبعا كما تلاحظون القوسين، الآن سأقوم بوصل هذين المثلثين بهذا الشكل. هكذا. إذا المثلث القاعدة الأولى ثم القاعدة الثانية كما تشاهدون هكذا. ما عليكم الآن فعله هو عندما تقصون أن تتركوا أجزاء لكي تستطيعوا اللصق عبرها بهذه الطريقة كما أقول وأعيد دائما هكذا. إذا تتركون في القاعدتين وتتركون أيضا جزءا هنا في الجانب ثم تقصون طبعا. إذا أعود إليكم بعد عمليات القص. إذا كما تشاهدون هذا هو النشر معنا. كل ما علينا الآن هو أن نقوم بطيه في الأماكن التي توجد فيها الخطوط التي رسمناها طبعا، وكذلك في هذه الأماكن التي ستساعدنا على اللصق فيما بعد هكذا. إذا الآن هذا هو منشورنا المتساوي ذات القاعدة المثلثة.